السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف جديد من لايفات جروب اي نيد، معمول من على صفحة الأكاديمية استكمالا لللايف، للجزء الأول من اللايف اللي كان مع باشمهندس حسام الدين مصطفى. إن شاء الله بإذن الله يبقى لايف مفيد للناس، وإن شاء الله نتمنى مشاهدة ممتعة لجميع الناس اللي موجودة إن شاء الله بإذن الله. ربنا ينصر اخواتنا المستضعفين في فلسطين، ويغفر لأبي ويغفر لجميع المسلمين احياء وامواتا. منورنا يا باشمهندس محمود، يا باشمهندس حسين، انا اسف اسف. اتفضل يا باشمهندس. بنورك يا مكرم، بنورك. حبيبي يا هندسه. السلام طبعا عليكم معانا ورحمة الله كمان وبركاته. الشريك الممتع لاكاديميه اي نيد، المبدع، ويعني انا شايفه اقوى حد في مجال الذواكر في الوطن العربي او متحدث باللغه العربيه، باشمهندس محمود تقي الدين، ضيف علينا في اللايف النهارده باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله، يعني تدريباتنا القادمه ان شاء الله باذن الله مع باشمهندس حسام باذن الله الشهر القادم، وتدريباتنا مع باشمهندس محمود تقي الدين 10/7 القادم باذن الله. الحجز والاستعلام، ارقام التليفونات موجوده قدامكم في الشريط اللي تحت، وتقدروا تتواصلوا معانا او مع اي حد من اعضاء اكاديميه اي نيد. منور باشمهندس محمود. حبيبي باشمهندس محمود، بينورك، حبيبي حبيبي بينورك، وعليكم السلام، الله يسعد اوقاتك يا رب. كل يعني يا جماعه باشمهندس محمود لسه منزل بوست دلوقتي، اتمنى ان انتوا في تروحوا تبصوا عليه في جي اس ام عن بريك، صفحه جي اس ام عن بريك، عامل بوست ممتع، يعني اتمنى ان انتوا تبصوا عليه وتتفاعلوا معاه. شويه معلومات قيمه، محمود الناس بتتضايق منه عشان بيطلع المعلومات ببلاش، ودايما احنا بنقول له اهدى شويه يعني، فما شاء الله عليك، ربنا يزيدك من علمه يعني. اتفضل يا باشمهندس حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت كمان. غيبة طويلة. حابب بس الأول أأكد عزاء المكرم على ربنا وفاة يخليك يا والده، رب. ربنا يرحمه ويصبر يا رب، اللهم آمين. ويا رب يصبر إخواتنا المرابطين في فلسطين، وده كل اللهم آمين. الدعم ليهم. ربنا أعلم إحنا بنحب البلد دي قد إيه، ونحب فلسطين قد إيه، وكل مسلم. ربنا يا رب ينصركم وينصرنا عليه بإذن الله. كنا اتكلمنا في آخر فترة، كنا بنتكلم عن معالجات ميديا تك، كان استكمالا لكلامنا كان عن معالجات ميديا تك. محمود كان اتكلم فترة برضو على معالجات ميديا تك، كان من حيث الهاردوير ومن حيث الجتاج ومن حيث البوترو ومن حيث سلسلة الإقلاع، وحبيت أنا برضو أكمل عليها على الصبح، أكمل منها أخد منها الجزء ده ونكمل بيه على السوفت وير. الميديا تك يا جماعة هو اساس البرمجه، يعتبر في اول اساس الجيتاج. اللي عايز يتعلم جيتاج، اللي عايز يتعلم برمجه مظبوطه، وعايز يتعلم سوفت وير مظبوط، الميديا تك. الميديا تك مفتوح المصدر، واخضر بعد نزول ثغرات البوتروم الجديده. الموضوع بقى بسم الله ما شاء الله، حدث ولا حرج، متاح ومفتوح للابداع. اللي عايز، اللي يقدر يبدع ويطلع فكره عايز يعملها يقدر مع الميديا تك. كان محمود شرح قبل كده حاجه وبرضه حابب اكد عليها، من ضمن الابداع انك تقدر تاخد ذاكره من كوالكوم، من جهاز كوالكوم بتكون متوافقه مع معالج ميديا تك، وتحطها وتعمل عليها كلين ار بي ام بي، وتعمل عليها شغل، كل شغل الميديا تك اللي انت ممكن تتخيله. ومن ضمنها البوست النهارده اللي كان منزله محمود، هو التشيك على الرام، وده برده كان قاله محمود، ودي برده كنا بنحب نوضحها، انك برده تقدر من الذاكره بتاعه الكوالكوم ادام رفعتها تقدر تحطها على معالج ميديا تك وتشيك على الرام. يبقى كده الموضوع كله تمام، اصبح مفتوح مع الميديا تك. وهنا نقطه، هنا مربط الفرس زي ما بيقولوا. انا ليه طالع النهارده اتكلم على سامسونج؟ سامسونج كله كان فاكرها يعني منصبها في منصب اللي ملهاش حل، اللي ما ينفعش نشتغل عليها من الثغرات او من المعالج. لا، احنا لازم نشتغل عن طريق الحمايه اللي منزلاها الشركه او السيرفرات الخاصه بالشركه. وده القاعده دي اتهد من بعد ما تنزل ثغره البوتروم، وهتتهدى اكتر من بعد ما تنزل ثغرات المعالج، لو نزل ثغرات المعالج الميديا الكوالكوم. يعني بمعنى اصح، الفكره هنا الاساسيه معانا انك لما تنزل ثغره خاصه بالبوتروم او خاصه بشغل المعالج، وتقدر تفتح لك المجال لانك تطور او تشتغل على الذاكره بطريقه اكتر، لازم تستغلها. وهنا نقطه
عايز اوضح الفكره الاساسيه. المعالج المستخدم في ميديا تيك في اكيد سامسونج اللي بتشتغل بمعالج ميديا تيك معالج زيه زي اي جهاز تاني، يعني بمعنى صح هو مش معالج مصنع شركه سامسونج ولا حتى حمايه عليها خاصه، لا هي حتى الحمايه الخاصه دي بعد ما الجهاز يقوم، بعد الاقلاع، بعد سلسله الاقلاع ما تبدا. تمام، حضرتك مش هتستنى سلسله الاقلاع، انت هتشتغل على ثغره البوت روم وتقدر تخش على الجهاز وتقدر تخش منها على الذاكره مباشره عن طريق بوكسات اللي بتتعامل مع الميديا تيك زي السي ام 2 وبرده زي برده البوكسات بتاعت اليو ام تي، ودول اكتر بوكسات هنشتغل عليهم النهارده او هنتكلم فيهم النهارده. وممكن الناس اللي ما عندهاش البوكسات دي، بس انا ما بحبش اشتغل على فري، بس لتوضيح الفكره ببرامج الفري والاس بي فلاش تول، ببرنامج اللي بيعدي ثغره البوت روم بتشيك عليه وبعد كده تروح على الاس بي فلاش تول وتعمل اي حاجه انت عايزها منها تشيك على الرام، سواء لسامسونج او غيره، خاصه بمعالج ميديا تك. طيب الفكره ببساطه، انت عندك جهاز فيه مشكله. مشكله ايه؟ جيميل مثلا، دي ابسط مشكله ممكن تقابل فني لسه بادئ. الجهاز ده المطلوب منك انك تفك الجيميل وهو عليه اعلى حمايه اندرويد 11 12 حتى ايا كان اللي موجود حاليا. ما تفرقش بالنسبه لنا على فكره اندرويد قوي، ان انا بشتغل على البوت روم ما بشتغلش على الاندرويد نفسه او حمايه الاندرويد. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، قطاع اف ار بي ده قطاع مستخدم او بارتيشن مستخدم مستقل بذاته عن السوفت وير، بمعنى انه ده بارتيشن شركه جوجل اللي مصممه الاندرويد عاملاه بارتيشن لوحده، يعني تقدر من القطاع ده تفرمته تمام من اي جهاز ايا كان الجهاز اسمه ايه، طالما بيستخدم اندرويد يبقى اقدر افرمت القطاع ده تمام بدون النظر، بغض النظر هو سامسونج ولا غيره ولا اوبو ولا شاومي ولا اي حاجه، ما تفرقش معايا كتير. انا اللي يفرق معايا، وهنا لازم توضح الفكره، قطاع اشمعنى قطاع الاف ار بي هو اللي اقدر افرمته تمام مباشر، وليه انا سنه اتعلمت منه. استنى، ده عشان هو نازل من جوجل وجوجل فرضها على كل الشركات، جوجل فرضها على كل الشركات وعامله له بارتيشن خاص. يعني كده شاطر، هو اتعلمت منك. ليه ادرس بدايه وليه ادرس نهايه، فبالتالي ادام ليه ادرسات معينه اقدر اكتب الادرسات دي او استخدم البوكسات المتخصصه وفرمت القطاع ده او البارتيشن ده، وبالتالي الموضوع هيبقى سهل جدا. ده اللي مسهل موضوع الاف ار بي. طيب اللي بيخليني ما بنصحش حد انه يفلش او انه يعمل فورمات لاجهزه سامسونج من على بوكسات اليو ام تي او السي ام 2 او الفلاش تول، لسبب ان اليوزر داتا تمام بقت في الاجهزه الجديده مدموجه. يعني ايه مدموجه؟ في ملف جديد ظهر اسمه سوبر، اتكلم عنه محمود تقي الدين في اكتر من لايف. ملف السوبر ده بدا من ظهوره من اندرويد 10 واندرويد 11 وما فوق، هيفضل شغال معانا. اختفى بقى سيستم A وسيستم B، واختفى الفندور، واختفى واختفى واختفى. طيب الملف ده برضو ليه شغل او ليه نظام شغل معين. حضرتك لما بتروح تفرمط البوكسات الخاصه بالسي ام 2 او اليو ام تي او الاس بي فلاش تول الخاصه بالمعالجات الميديا تك، يفرمط اليوزر داتا، فوارد جدا يعمل خلل في منطقه اليوزر داتا ويوقف الجهاز على لوجو. فانا مش عايز احطك في نقطه هي سهله حلها، بس مش عايز احطك في النقطه دي خالص. انا بتكلم دلوقتي على السلس الشغل السهل، اف ار بي قلنا هتفكه عن طريق اليو ام تي او هنشوف ازاي، وعليه على السي ام 2 برضه هنشوف ازاي. الموضوع بسهل وبسهوله وببساطه جدا تمام. الفكره في الفورمات، فرمت من ريكفري ده اضمن فكره واضمن حاجه انك تفرمت من ريكفري. طيب فرضنا مش عارف افرمت من ريكفري، زي ما في اجهزه نزلت كتير مش موجود فيها الريكفري او بيظهرش الريكفري، الموضوع سهل وبسيط. نزل فلاشه نفس الاصدار، خد منها اليوزر داتا وفلش للجهاز. فلاشه نفس الاصدار نفس الحمايه او اعلى، خد منها الفلاش ملف اليوزر داتا فلش للجهاز، الجهاز اتفرمت وظهر الريكفري عادي بدون مشاكل تمام. ومنها برضو اقدر افك اف ار بي عن طريق ثغره البوت روم من معالجات الميديا تك. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، الجهاز الاجهزه اللي بتيجي ميته زي جهاز جي 532 كله دلوقتي طلع انك تقدر تقوم الجهاز من الميديا من اليو اس بي. طبعا لازم ما لازم الفكره توصل للناس. الموضوع ببساطه جدا بدون تعقيد، ايه المطلوب عشان اخلي الجهاز السامسونج يقرا على بوكسات
او يقرا على ثغرات البترول، انك تدخله وضع البترول قولا واحيانا ببساطه كده، دخلوا وضع البترول سواء عن طريق الزراير زي في اجهزه سامسونج، سواء عن طريق تيست بوينت، سواء عن طريق لو ما فيش الاثنين دول تجيب النقاط الاي اس بي وتوصل سي ال كيبل الارضي، مجرد تلميس تسيب الجهاز يخش وضع البترول، وضع البترول او وضع الميديا تيك يو اس بي تمام، او سي ام دي بالارضي برضه هيعمل نفس الفكره ويخش الوضع. بس انا ما بقدرش مستمر على الضغط عشان الجهاز ما يفضلش على وضع المعالج تمام، وبالتالي الجهاز كده دخل وضع البوت روم وتقدر تشتغل منه على اي بوكس. جهاز الموضوع ده منطبق على جي 532 اي ام اي 20 اس اللي هو اي 207 اف، ايا كان بقى الاجهزه اللي بتحمل معالج ميديا تك. طيب اللي خلى الموضوع اسهل وابسط ان اليو ام تي نزل في الاصدار الاخير حاجه اسمها اوتو ديتكت دي اي. اوتو ديتكت دي اي يعني يعني انت مجرد ما توصل الجهاز هو بيشوف المعالج بتاعه ايه ويختار الملف الدي اي المناسب ليه ويعمل عمليه الاوس الاوثرايزيشن او تخطي الاوثرايزيشن تمام، ويبدا ان هو الجهاز يقرا معاك وما اقرا انفورميشن. وانا ما بشتغلش على اي جهاز لما اقرا انفورميشن، دي برضو نقطه للناس، اشتغل الجهاز اشتغل زي ما انت عايز شغل، اقرا انفورميشن الاول. والسي ام 2 نزل برضو في الابديت الاخير برضو خاصيه جميله جدا انك تاخد باك اب من كل ملفات السكيورتي الخاصه بالجهاز، مش ملفات الشبكه بس، من كل ملفات السكيورتي الخاصه بالجهاز. الموضوع ده كان موجود سابقا بس في الجديد اصبح انك تقدر تعمل ريستور لملفات الباك اب دي تلقائي. يعني هو بيخش يشيك على الملف اللي خد عليه باك اب ويشوف الملف ده اللي هو مناسب للجهاز ده وياخد الملفات اللي فيه تلقائي ويفلشها للجهاز. العمليه دي كانت صعبه قبل ما ينزل الموضوع ده، كنا بنعمله يدوي عن طريق ان احنا نعدي في ملفات السكاتر ونخلي الجهاز يفلش عن طريق ملف السكاتر نفسه، يفلش الان في رام والان في داتا والبروتكت 1 والبروتكت 2 وهكذا تمام. يعني هو ده يعمل امان اكتر، يعني بيحاول ان هو يامن الموضوع اصبح متامن جدا 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 تمام. الموضوع اصبح متامن جدا جدا. هو حد بيقول الكوالك 270 اف كوالكم، انا بقى ماشي مفيش مشكله، حتى هو كوالكم انا قصدي على جهاز الميديا تك، وما بتكلم على المعالجات الميديا تك تمام. نكمل. طيب الجزء الخاص ب في نقطه برضو، معلش يا مكرم اديني الشير ده، لا عايز برضو اوريها للناس. ابو كنان منورين كل الناس اللي بتسلم يعني طبعا، بس انا ما بحبش اقاطع حسام كتير. شوقي بيقول لك السي ام 2 اعتقد ان هو الاسرع، احنا ما بنسوقش الحاجه بس ماشي، يعني هو الاسرع. انت شايفه ايه من وجهه نظرك يا باشمهندس حسام؟ مش فريش بالنسبه لليو ام تي قوي والسي ام 2 اقوى. زين الصوره، في صوره كده كانت نازله لشخص فين خاصة فين ممكن نجيبها بطريقة ثانية الناس منزلها في الداونلود نهايات. تمام بص كده يا جماعه، دي صوره كان منزلها احد الاصدقاء عندي كده، البوست عنده، عايز بس اوضح الفكره منها. هو بيقول كانت تجربه ناجحه، جهاز ويكو مش عارف واي 61 كان اف ار بي، مش لاقي ملف الدي بتاعه غير لاب على موقع ب $5 ايا يعني كان الموقع اسمه ايه، مش ما يهمناش، يمكن مطلق الحريه. قلت اجرب عليه ام تي ام تي كي، لحظه فك الحساب اتبوت الزراير صوته دخل وضعه خلى وضع البوت روم، الجهاز قرا معايا على اليو ام تي وعمل ريسيت ليه في عربي. انا هنا جايب الصوره دي ليه؟ لسبب. اولا هو هنا يعني هي دي الفكره اللي انا بدور عليها. معلش ده خلاص الشير ده، ممكن عايز اوصل الناس حاجه. يلا اوكي.
هنا الفكرة أنا بنمسي كنت على عايز كل أوصل الناس، للناس. مش كل الناس على الترحيب، بس هو انا ما بحبش اقاطع باشمهندس حسام. اتفضل باشمهندس. هنا الفكرة اللي عايز أوصلها أهو، بدون سامسونج بدون أي حاجة، جهاز ويكو ما أعرفش موديله إيه، مش فارق بالنسبة لي، معالجه إيه، الفكرة هنا هو المعالج بتاعه إيه. طالما ميديا تك خلاص، تقريبا 99% من معالجات الميديا تك تدعمك، مبقاش في حاجة مش مدعومة، تعتبر نادر قوي ما تلاقي حاجه مش مدعومه، ودي مش هتجيلك يعني، قليل قوي. بس الفكره المعالج ميديا تك، يبقى انا معايا اكتر من 20 حل، اختار الحل اللي يعجبك، اشتغل فريق، اشتغل بوكسات، اشتغل سي ام 2، اشتغل يو ام تي، اشتغل اي اف تي. العيب في الاي اف تي انه لغايه دلوقتي محتاج ملفات سكتر فيها بيري لودر، يعني هو المشكله مش في دي ايه مع الاي اف تي، عشان برضه الناس اللي هتسال على الاي اف تي، المشكلة مش ملفات الدي اي، المشكلة في ملفات السكاتر والبير لودر. حضرتك لو عندك الفلاشة للجهاز فيها ملف البير لودر، هتختار السكاتر ويختار البير لودر بتاعه، ويقدر يقرا معاك الاكس بايلوت عادي جدا، وهيقرا معاك مفيش مشكلة. عشان كده انا برجح السي ام 2 واليو ام تي، ان هم عملوا الابديت الاخير، عمل حاجة اسمها اوتو ديتكت دي اي، ودعم لودرات كتير جدا من المعالجات، واصبح ان كل المعالجات يعتبر بنسبة اكتر زي ما قلنا 99% من المعالجات مدعومة، تقدر انت منها تختار الاخر بوت، اخر بوت او اخر اصدار بيز، وتختار البوت منه، وتختار انك تعمل فورس بوت روم، وتختار اس ال اي، تمام، وتقدر انك تعمل تشيك ويعمل باك اب لملفات الان في، الان في رام والان في داتا، وبياخد بروتكت وبياخد كل الملفات الخاصه، وملفات كتير جدا مهمه على فكره، مش ملفات شبكه بس، بقى التاني الموضوع مش ملفات شبكه بس. الموضوع فيه ملفات عايز اقول لكم بتدي يخلي الجهاز يدي فايبريشن وما يقومش، زي ملفات الاوفو كاستم، وزي ملفات في اجهزه ثانيه كتير. هو الباك اب بتاع ال سي ام 2 ما بياخدش اوفو كاستم، بس بياخد بقيه ملفات البوت لودر، فيما ياخدها خاصه بالبوت لودر، وفي ملفات خاصه بالبروتكتور والبروتكتور وان في رام وان في داتا، يعني اغلب ملفات السكيورتي، مش اغلب، هو كل ملفات السكيورتي بياخدها. كانت المشكلة اللي بتقابلنا ان احنا لما نيجي نرجع الملفات دي لازم نعدل في الاسكار ونفتح اكتر من جزء، يعني بدل فورس نعمل عشان نقدر نعمل الملفات دي يدوي وملف الاسكار، وهي دي كانت الصعوبة. فاصبح دلوقتي الموضوع سهل جدا. طيب في صوت كويس صوتك ممكن؟ راح يتم ولا من عندي؟ اتفضل كده اتكلم. لا الصوت راح ورجع تقريبا. الصوت كده موجود؟ طيب حد يقول لنا اي حاجه يا جماعه. هو صوتك موجود عندي كده تمام، الصوت مظبوط موجود. طب لما كان بيقطع عند حسام ولا بيقطع من عندي؟ ماشي اتفضل كمل وهنشوف الردود. اوكي وقطع تقريبا عندنا. انا سامعك، انت مش سامعني؟ انا سامعك. سامعك اهو. في الجزء الثاني المهم، ناس كتير بتدور عليه وبتشوف او عايز تعرف يعني اشتغل ازاي، اللي هو تقويم الاجهزه الميديا تك السامسونج اللي بتقطع بوت بدون جي تاج. طيب هو الموضوع ببساطه، الجهاز اللي بيقطع لو بيقرا معاك بوت روم انت تقدر تقومه من غير جي تاج، ادي واحد. لو ما بيقراش معاك زي الجي 532 يبقى لازم هفتح الجهاز ولازم هوصل بن من الجي تاج زي السي ال كي مثلا، اوصلها بارضي عشان الجهاز يقرا تعريف الميديا تك يو اس بي بورت اللي هو بيدخلني على البوت روم. يبقى كده الشرط الاساسي عشان الجهاز يقوم معاك بدون جي تاج ان الجهاز يخش ام تي كي او ميديا تك يو اس بي بورت، وضع البوت روم او وضع المعالج في الميديا تك. دي اول نقطه لازم تاخد بالك منها، شوف التعريف بتاعه مظبوط، شوف الجهاز قرا معاك مظبوط وهو قاطع، تمام. يبقى هنخش اللي بعده. طيب اللي بعده ده عباره عن ايه؟ اللي بعده ده عباره ان الملفات اسكتر للجهاز اللي معاك. الملفات دي لازم تبقى مسحوبه من جهاز شغال باعلى حمايه، وهنا في سامسونج برضو مفيش الحمايه ما راحتش، برضو الحمايه تفضل معانا، لازم الجهاز تراعي رقم حمايته. بمعنى الجهاز كان داخل لك حمايه كام؟ بص برضو لازم النقطة دي الناس تفهمها، أنا ماليش دعوة الجهاز قطع على حماية كام. الموضوع هنا لازم الناس تستوعبه شوية.
يعني بمعنى ايه؟ جهاز يوتو مثلا، جهاز ميديا تك اي 20 او ايا كان اسمه، قول يوتو حضرتك فلسته يو 3، جهاز قطع ما قامش ولا مره، ما قامش الجهاز، الجهاز كده لسه على اليوتو، تقدر تقوم باليوتو تمام، ما تعملوش ابديت بجديد. ما تسجلش لسه، ما تسجلتش الحمايه الجديده ان المعالج ما قامش، فهمت. المعالج ما سجلش الحمايه الجديده، فبالتالي حضرتك تقدر تجيب فلاشه يوتو وتقوم الجهاز بيها. الفكره هنا انك لازم تلاقي سكتر للجهاز، الجهاز مش هيقوم في وضع البوت روم غير بفلاشه سكتر، فلاشه سكتر. بمعنى لو في جهاز عندك شغال تقدر توصل الجهاز دوت وضع البوت روم وتسحب منه ملفات سكتر وتقوم بيها الجهاز التاني. مفيش، دورت على السبورتات هتلاقي فيه كذا، برضو بدأت الدنيا دلوقتي الدمبات الصغيره الخاصه باليو اس بي بدأت تتوفر كتير على السبورتات، انك تقدر تفك الجهاز زي الجي 532 زي ما قلنا كذا في كذا جهاز، تفك الفلاشه تمام وتلاقي الملف الميديا الملف السكتر التكس، تختاره في بوكس السي ام 2 او السي ام 2 او ايا كان البوكس اللي تشتغل عليه، وتختار الجهاز وتشتغل به، هو الملف البري لودر الخاص. هنا الفكره في البري لودر، لو حضرتك فلشت البري لودر للجهاز، الجهاز بنسبه اكتر من 90% الجهاز احنا لازم، بس لازم شرط الحمايه تكون نفس اللي على الجهاز اللي كانت عليه او اعلى، ما تكونش اعلى تمام. فبالتالي كده احنا بنقدر نقوم اي جهاز ميديا تك سامسونج او غيره عن طريق التفليش باليو اس بي، بس بوضع البوت روم. في اجهزه ما بتخش وضع البوت روم الا لما تعمل قفله التست بوينت الخاصه بالسي ال كي او نقطه التست بوينت تمام. طيب تمام يا حاج، نقف مثلا دقايق كده ونشوف الناس اللي عايز يسال في اللي فات ايه، عشان لو كده طيب نكمل في الجزء الجاي مع محمود. بيقول ايه؟ بنورك يا هندسه، ربنا يبارك في عمرك. بيقول لك معايا جهاز ايه 10 اس، ايه 10 اس ما امشي غير بضم بي تاج، ما امشي نهائي غير بضم بي تاج. بص الموضوع ده عشان نجيبه ونجيب اخره، انت عايز تجرب لازم تجرب بايدك. في كتير قوي الضمبات اللي موجوده او الملفات المسحوبه بتبقى فيها مشاكل تمام، فبالتالي الحل الاساسي انك عايز تجرب مظبوط جهاز يكون في ايدك حمايه عاليه وانت شايف ان هو حمايته اعلى من الجهاز اللي معاك، تسحب انت بايدك من جهاز سليم وتفلشه تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، فيها فعلا اجهزه ما بتقومش عن طريق اليو اس بي وتحتاج ضمب من جي تاج، تحتاج ضمب من جي تاج تمام. ليه؟ لان برضو الضمب الجي تاج يا جماعه مختلف، مختلف عن اليو اس بي، في برضو ملفات تكون مختلفة عن الملفات اللي بتقدر تسحبها باليو اس بي. يعني بمعنى برضه هقول لك على فكرة يا كريم عشان برضه تبقى انت مستوعبها، لو انت سحبت ملفات عن طريق، دي فكرة ممكن قبل الخطأ والصواب، عن طريق الميموري تول تمام، تقدر تسحب الملفات اللي مش موجودة او اللي ما بتسحبهاش بملفات السكتر او بالسحب العادي اللي هو من السي ام 2 حتى الميموري تول، تقدر تسحب الملفات الأساسية الأولية بس، مالكش دعوه ولا بالسيستم طبعا ولا باليوزر داتا ولا باي حاجه من الحاجات الكبيره دي، خلي الملفات الاساسيه بس اسحبها وتفلشها للجهاز اللي في ايدك ده تاني وشوف الجهاز هيقوم ولا لا تمام. هتلاقي ممكن الجهاز ان شاء الله بنسبه كبيره يقوم. اي حد عنده سؤال يا جماعه، احنا في فتره يعني ايه، بناخد اسئله، مش هنخلي الاسئله اخر الفيديو، هنخليها في نص الفيديو لو في حاجه في الاخر برضو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احنا بنرحب بكل الناس وبنقول لكل الناس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بنوركم. اي حد عنده سؤال في اللي حسام اتكلم فيه، باشمهندس حسام اتكلم فيه، منور ابو كنان طبعا على دماغنا، شوقي طايل، يتفضل يساله. احنا في فتره بريك كده لحد ما الناس تاخدنا تاني في خطوط نرد عليها. احنا موضوعنا النهارده عن الام تي كي في اجهزه السامسونج، صح كده باشمهندس؟ طب قبل ما حد بقى يشوف اسئله ممكن نتكلم بس مع الناس نفهم حاجه كده صغيره. طيب كان برضو من ضمن الحاجه ان ازاي الام تي كي بيقلع، الام تي بيقلع بطريقه بسيطه جدا، ممكن اعاده بالنسبه لليو ام تي طريقه اف ار بي ام تي كي
ماشي، هو ممكن اعادة دي ممكن كده كده الفيديو متسجل، بس عموما هقولها لك برضه. اليو ام تي هو نزل اختيار تمام في اخر خانه اسمه اوتو، او اخترت اسمه تلقائي، هو بيختار الدي اي تلقائي ويعمل اثورايزيكيشن او التخطي للاثورايزيكيشن تلقائي او اثورايزيكيشن تلقائي، وحضرتك تقدر تتعلم على ريسيت اف ار بي وتدخل الجهاز بوضع البوت روم سواء بالزراير او بالتست او بيعمل اكتر في نقطه السي ال كي تمام، وتوصل الجهاز ويقرا معاك ميديا تك يو سي بي بورت، الجهاز بيقدر انه يقرا معاك في وضع البوت روم، وهتلاقي حضرتك ان هو عمل حاجه اسمها ووتش دوج ديسيبل، وقدر يوقف الووتش دوج الخاص اللي زي ما هو التقدم بيقول عليه كلب الحراسه الخاص بالمعالج، ومن هنا تقدر انك تكمل تخش على البوت روم بتاع الجهاز، تخش على الاقلاع بتاع الجهاز، وانه يقرا الانفورميشن، وبعد ما يقرا الانفورميشن معاك كده هو يقدر هيفك الاف ار بي بدون اي مشاكل. وبالنسبه برضو اليو ام تي على فكره فرمت عليه اي جهاز اوبو بدون قلق، فورمات كامل. هو الاصدار الاخير، ما عشان دي حلاوه اليو ام تي، الاصدار الاخير بتعمل ريسيت اف ار بي وفورمات يوزر داتا، هو بيعمله بطريقه امنه جدا، يخلي الجهاز ما فيش جهاز لا عالي ولا واطي، من اول اي 93 اللي هو اعلى حاجه في الميديا تك، او الاي 94 الجديد، او الرينو 3 او رينو 2 اف بالحمايات الجديده، باخد اصدار بحمايه 11 اندرويد 11، واشتغل الجهاز طبيعي. فما تقلقش ان هو مش لازم صوتك قطع، فاهم؟ انا اخر حاجه سمعتها كلمه اندرويد 11. اندرويد 11 كده الصوت بيقطع ولا كويس؟ تمام كده، تمام. اوكي، معانا سؤال من مهندس سيد احمد، هل يمكن اصلاح قطاع الجي بي عن طريق ثغره البوت روم؟ بص، موضوع الاصلاح في الجي بي لا، تقسيم اليوزر داتا، منطقه اليوزر داتا فقط، الموضوع الابديت الاخير هو بيحجم اليوزر داتا، يعني لو في تلف في منطقه اليوزر داتا حضرتك بتغير المساحه بتاعتها زي كده الهاردات، او زي فكره الهاردات نفس الفكره، نطلع البات سيكتور في حته لوحده، بس احنا طبعا ما نعرفش البات سيكتور قد ايه، فحضرتك بتشيل قطاع من اليوزر داتا بحيث انه يقراه، يقرا الجهاز بقطاع جديد ويقدر ان هو يشتغل معاك اطول فتره اطول، بس الموضوع برضو مجرد مسكنات، الموضوع مسكنات مش موضوع معتمد تماما، يعني الموضوع ده مش هيستمر معاك كتير. تمام هندسه، انا عايز اسالك سؤال بقى، بما ان الناس كده، ايه اصعب جهاز في سامسونج اف ار بي؟ بص، هو اصعب اجهزه عموما في انا عارف الكلام اللي عامل ده، اصعب اجهزه في سامسونج عموما تمام في الاف ار بي انك تدخل الجهاز وضع البوت روم بس، ايا كان يعني المشكله كلها، ممكن جهاز مثلا ويكون من الاجهزه الجديده ام فئه الام او فئه الاي الاحاديث، جيت حضرتك تدخل وضع البوت روم بالزراير ما ينفعش، تيجي تفك الجهاز تلاقي الجهاز بيفك عن طريق انك تشيل ترفع الشاشه، هتعمل ايه؟ مش هفكه اف ار بي بوصله البوت روم ابدا، تمام؟ هفكه على الماجما او على اي بوكس تاني او الثغرات او ايا كان يعني. بس هنا الفكره الاجهزه بتتفك بقى طبيعي، سهله وسلسه، بتفك ظهرها وتقدر البورده قدامك. هو الصوت قطع عندي ولا عند مكرم؟ انت سامعني؟ انا الانترنت تقريبا عندي ولا عندك اللي عمل المشكله؟ سامعني؟ انا عندي كده تمام، اسمع كمان. يلا بينا، انا صورتي وصورتك راحوا ورجعوا تاني، ده اللي انا شايفه قدامي على الشاشه. تمام اوكي، متابعين اسئله يا جماعه، بعد ما بيعمل اللقطه دي عندك يبقى هو طيب، اتفضل كمان برضه يا جماعه، الاسئله برضه مش شرط على الميديا تك بس، عشان برضه الناس لو في حاجه في عند مين النت بيقطع يا جماعه؟ رجاله حد يقول لنا الانترنت، اسامه اللي بيقطع ولا انا؟ صوت تمام والصوره تمام، ما فيش حد بيقطع مكتب. ماشي، يبقى انا اللي وحش. جزاكم الله خيرا. تمام طيب، انا برضو عايز الناس تستوعب الموضوع معايا، عشان الميديا تك ده يتقفل من الموضوع خالص لغايه ما نشوف بقى الجديد في الكواكم. في سؤال ممكن نسال، سؤال خاص بشراء بوكسات الجيتال، ماشي مفيش مشكله، اتفضل اسال.
طيب، كان في صورة مش موجودة على اللاب معايا لسلسلة إقلاع ميديا تك، والموضوع كان مهم قوي، الناس ما المفروض تستوعبه شوية. إن معالج الميديا تك ببساطة بعد ثغرة البوت روم الموضوع بقى منفتح قوي. لو شفت الصورة أو لو عرفت أجيبها لكم أبعتها لكم، الإقلاع نفسه بيبدأ من المعالج طبعا عن طريق البوت روم، ومن بعدها بيروح يشيك على البوت لودر، وبعد كده على البري لودر، عشان البوت لودر على البري لودر، وبعد كده البوت لودر، وبعد كده ملفات البوت او الكيرنل، وبعد كده الريكفري، وهكذا. فسلسله الاقلاع دي لو حضرتك فهمتها كويس هتعرف ان المرحله اللي انت واقف فيها فين. يعني ايه؟ يعني الجهاز مثلا معلق على وضع البوت روم، انت نفسك تبقى عارف التعليقه دي حلها ايه، تطلع منها ازاي، وتقدر تشتغل عليها ازاي، حتى لو الجهاز مش عايز يفتح باي حمايه. يعني جهاز تمام لغايه دلوقتي اي حمايه، بس في اجهزه قديمه ما بتقبلش مع الجديد. يعني في اجهزه في المعالجات القديمه بتلاقي هو بيقول لك لا، مش عن طريق بوت روم، اختار ملف الدي ان نفسه. حكايه ما كانش في القديم، نتكلم في الاجهزه الجديده بس. مش عندي في سؤال تحت ممكن انا عندي ميدوسا برو عايز اشتري ادابتر موفرس مبدئيا بيني انا ايزي جيتاب. بص حاليا يغنيك، بس هو هتلاقي مش مشكله، هتلاقي صعوبه في توصيل الاي اس بي تمام، فهتحتاج بس انك تعرف التركه بتاعت الاي اس بي والموضوع يشتغل معاك تمام. بس المندوسة برو 2 طبعا، مش برو 1، المندوسة برو 2 قوي جدا وتقدر تستغنى بيه مؤقتا عن الايزي لغايه اما نشوف اللي هيسبق. يا جماعه حد يقول لي الانترنت بيقطع من عادي، انا حاسس انا حسام بسمعك مقطع، ممكن اطلع وادخل تاني مفيش مشكله، بس حد يقول لي حاجه. هحط الاسئله ورا بعضها تمام، بس حد يرد عليا يقول لي انا سامع صوت حسام بيقطع. هو كده انا سامع كويس على فكره، اتكلم كده حسين. انا سامعك كويس يا مكرم. تمام لا كده بيقطع عندي. حد يقول لي بقى التقطيع ده من عندي ولا من عند حسين؟ طيب احنا كان عندنا سؤال بيقول لي حسين فوق، انا ما اعرفش انت رديت عليه ولا لا، اللي هو بتاع بيقول لك خلينا بس ناخد السؤال ده عشان ده سؤال قديم، اللي هو بيقول لك عندي سؤال خاص بشراء الجيتاج ده، سأل بعد كده على حاجه. يعني هو سأل انت عايز ايه؟ سأل وجاوبت يا مكرم. طب بتاع اليو ام تي اللي هو كان بيتكلم في الاي ام تي كي صح؟ ماشي. طيب في حد قال حاجه تانية بيقول مبدئيا بيغنيني عن يو اف اس. ده احنا ردينا عليه معلش انا اسف. بيقول لك معايا اي 10 اس مش فاهم مشكله الكاميرا الخلفيه. بص هو بيقول لك ان الكاميرا الخلفيه مش شغاله، نزلت برنامج كاميرا اشتغلت بعد السوفت مش شغاله غير عن طريق البرنامج الكاميرا ايه 10 اس. طب انت ليه عملت سوفت؟ ويعني ايه الفكره؟ فين المشكله؟ بص من الاول المشكله عشان نحط الموضوع في الوضع الطبيعي، اعمل تيست، اعمل كود التيست مش بتك، وخلي وشوف الكاميرا الاساسيه شغاله في التيست كود التيست. لو شغاله الموضوع هيك سوفت وير، لو مش شغاله حضرتك مشكله هارد وير. وان كليك جميله جدا. ايه وان كليك؟ وان كليك ده في اليوم تي. ماشي جزاكم الله خيرا. ماشي اوكي الصوت بيقطع من عندي انا، يعني انا ايه ماشي، هو عشان حسام اللي بيتكلم وانا ساكت. ماشي اوكي ماشي اتفضل هندسه. كنا بنتكلم في مراحل الاقلاع في الميديا تك. تمام، هو الفكره في الاقلاع، بس انا اللي عايز اوصله للناس ان الاقلاع مراحله سهله جدا. انت تبقى سهل جدا ان تبقى عارف انت في اي مرحله اقلاع، او في اي سلسله، في اي جزء في السلسله، في جزء البوت روم، يبقى الجهاز هيتعرف معالج ميديا تك ام تي كي يو اس بي بورت، ايا كان اسمه ايه، ايا كان اسم الجهاز ايه، سامسونج شاومي اوبو مش فارقه. هو كده في وضع او في جزء من الاقلاع اللي اسمه البوت روم. طيب اللي بيحتاج الجزء ده مع البريلودر، بعدها البريلودر،
تمام، وده اللي يخلي الجهاز يقوم نور باور. في اجهزه ممكن تنور باور والجهاز يبقى شغال او قايم وانت حضرتك مش شايفه جايب شايفه، ده لازم هنا دور الباور سبلاي برضه اللي بيعرفك ان الجهاز ساحب وقايم ولا لا. دي نقطة. اللي بعدها البوت لودر. البوت لودر، مرحله البوت لودر زي في اجهزه زي في الشاومي مثلا على الفاست بوت بتقرا تقرا، ده وضع البوت لودر. دي جزء. اللي بعدها جزء الكيرنل او البوت دوت ايمج. كيرنل او بوت دوت ايمج، تمام. وبعدها الكيرنل رقم 2 او الكيرنل الخاص بالريكفري، ريكفري كيرنل، كيرنل 2 هو الريكفري، دي المرحله الرابعه. وبعد كده الاقلاع، اللوجو بقى والاقلاع النظامي اللي هو على واجهه المستخدم السيستم يو اي، تمام. هي دي مراحل الاقلاع. حضرتك لازم تبقى فاهم انت في اي مرحله او في اي جزء من الاقلاع عشان تتعامل بناء عن الوضع اللي انت فيه. ومن هنا لو انت عرفت الكلام ده في ميديا تك انت الموضوع بالنسبه لك هيبقى مريح وهتبقى ماشي يا شوقي. المفروض طبعا الناس خلاص، المفروض ويندوز 7 اصلا وقف ودعمه وقف ودرايفراته وقفت، المفروض الناس تشتغل بويندوز 10 64 بت انه بيدعم 32 كمان، يعني ال 64 مستو انه بيدعم 32 كمان معاه، برامج ال 32 تشتغل على 64. عشان كده الناس تشتغل على هو شوقي بيقابل ده كتير يا باشمهندس، عشان هو شغال شير اونلاين، فشغل الشير بيكعبله، يجي يشتغل تعريفات او يعمل حاجه فيروح موقفاه. والله يا مكرم هو برضه بيقول للناس ريحوا نفسكم واشتغلوا بتن. ساعات ما بدخل عند حد عشان اعمل حاجه فبلاقي الويندوز مختلف او ويندوز 7، ما بقدرش اعمل بصراحه، ما بقدرش اتحرك، يعني ما عنديش ملفات للدرايفرات، ما عنديش ملفات خاصه بالويندوز 7. لا هو شوقي كمان صبور جدا في الحته دي، ان هو شوقي بقى ممكن يقعد معاك يظبط لك الكمبيوتر. انا مش عارف سامعني ولا لا؟ سامعني، سامعك، صوتك موصل. شوقي يقعد يظبط لك ملفات الكمبيوتر ويظبط لك الدنيا، بيطلع عينه يعني لحد ما يشغل لك يخلص. يا عم بدخله معايا يظبط لك يرتب الكمبيوتر شويه. لا الموضوع ممل، هو مطلوب منه تشير عشان يعمل حاجه بخمس دقائق، بيقعد ساعتين على ما يظبط اللي هو هيعمله في خمس دقائق، فعنده نفس الصراحه. ربنا يصبرك، موضوع الشير ده الصراحه ممل جدا. اتفضل يا هندسه. طيب انا هتكلم دلوقتي على اخر جزئيه خاصه بالبوست اللي نزله محمود. انا مش عارف محمود راح فين، اكيد راح يقعد مع امير شويه. طيب عموما التوضيح برضو للبوست اللي نزله محمود، عشان البوست ده كنا برضو بنتكلم فيه من فتره، تمام. فكره البوست خاصه بايه؟ في زواكر كتير، تمام، زواكر كتير. اغلب الزواكر اللي حضرتك بترفعها او بتجيبها جديده بيكون عليها رام. مشكله اغلب الفنيين ما كانش معظمهم ان ما بيعرفش يقدر يشيك على الذاكره عن طريق بوكس الجي تاج، بس ما يقدرش يشيك على الرام. فبعد ما يتعب وينزل وينزل الذاكره على الجهاز يلاقي الجهاز مش شغال وبسبب الرام، بسبب الرام، ولاقي سحبه مثلا على الباور سبلاي خاصه بالرام، تمام. فبالتالي هو عايز، كان محمود الغرض من البوست انه يوفر على الفني التعب ده. طب ازاي او ايه الفكره؟ الفكره بتيجي من قسمين، قسم خاص بالتولز والادوات، وكده ان الناس برضو كتير ما تعرفش ان في ادوات موجوده خاصه بالتست بتاع الرام، ودي محمود نزلها في البوست بتاعه ووضحها ونزل المصادر بتاعتها، تمام، اللي حابب يتواصل ويشوفها. ودي خاصه بالزواكر 254 و221 وتقريبا ما اعرفش 153 ولا لا، بس تقريبا 253، لا خلينا في ال 254 وال 221. ونزل صور ليها ونزل مصادر للبيع بتاعها وهكذا، بس الكلام ده قديم. طيب بالنسبه للجديد، الفكره اللي عايز اشرحها محمود، عايز اوصلها لمحمود. دلوقتي انت معاك ذاكره عن طريق بقى ثغره البوت روم الجديده دي، برضو بص الفكره ممكن توصلك انك تستخدمها ازاي. والفكره دي برضو جت على دماغ محمود دماغي بس كذا مره. انا دلوقتي رافع ذاكره او معايا ذاكره، ليه ما نزلهاش على معالج ميديا تك وغير السي اي دي بتاعها وخليها متوافقه مع الذاكره، مع المعالج، خلي الذاكره متوافقه مع المعالج، تمام، وشيك عليها من على البوكسات السي ام 2 او من على اس بي فلاش 2
وبرضه محمود نزل صور في سيتو بتاعت الاي سي بي فلاش تول ازاي تست عليهم عن طريق ثغره البوت روم. حضرتك تقدر تشيك بقى على الرام وعلى الذاكره نفسها وعلى الهيلث بتاعها وعلى الرام بتاعها، وتقدر تعرف التقرير مفصل عن كل ما يخص الذاكره من رام ومن ناند ومن كنترولر خاص بيها. دي فكره. الفكره الثانيه اللي كانت برضو محمود بيتكلم عنها بنفس الموضوع، يعني جهاز كوالكوم حضرتك عايز تعمل الذاكره بتاعته كلين ار بي ام بي، والذاكره دي مدعومه على ذواكر على معالجات ميديا تك، ليه ما ترفعهاش تحطها على معالج ميديا تك وتخليها على مناسبه متوافقه معاه، وتخش على البوكس زي التول البندور البوكس البندور الجديد اللي هو بيعمل كلين ار بي ام بي عن طريق اليو اس بي، تمام، وتعمل لها كلين ار بي ام بي وتشيلها، تمام، وتقدر تشتغل او تقدر تعمل ريد الار بي ام بي بتاعها وتعمل كلين ار بي ام بي وتشيلها وتحطها في الكوال كونتينر. افكار، هي الفكره مش مستحيله، بس عرض الفكره في نفسه يديك مساحه من التفكير كبيره قوي. هي ده كان غرض محمود من البوست، انك توسع فكر دايره التفكير. ليه تخليك محكوم ان الذاكره دي على معالج ميديا تك؟ طب ما انت تقدر، هي اكيد متوافقه مع معالج، في معالجات معاها في الميديا تك متوافقه معاها، مش شرط كوالك بس، تقدر تحطها على معالج ميديا تك وتتعامل معاها. هطلع تاني يا حسام لان انا الانترنت بيقطع عندي جدا، فخليك انت متواصل وانا هطلع وادخل تاني. سمعتني؟ ماشي يا مكرم، ماشي يا مكرم، سمعت سمعت. سامعك يا مكرم. طيب الصوت كده وصل، طب الصوت بيقطع يا جماعه ولا لا؟ يا ريت حد يقول لنا بس الصوت واقع. طيب قولوا لي بس انا اكمل ولا استنى. تمام ماشي. طيب هو في سؤال من حد من زين، ازاي اعملها متوافقه مع معالج ام تي كي؟ اولا التوافقيات عن طريق مثلا البيري لودر. انت مثلا معاك معالج ميديا تك وعارف ان ده بيتوافق معاه ذواكر كذا وكذا 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 وكذا، عن طريق ملف البيري لودر بيقدر يقول لك الملفات الذواكر المناسبه المعالج ده. تمام تمام. حضرتك الذاكره بتاعتك متوافقه مع معالج سي مثلا ام تي 6 7 6 2 6 7 6 7 6 ايا كان اسمه ايه، تمام، المعالج ده موجود عندك، موجود على جهاز، تقدر انك تحط الذاكره دي على الجهاز دوت وتغير لها السي اي دي لو من نوع سامسونج، تمام، وتعمل لها كلين ار بي ام بي، وتقدر تحطها تاني على الجهاز الكوالكوم اللي معاك وتشتغل. هي الفكرة باختصارا كده. دي نقطة. النقطة التانية، أنا عايز أشيك على الرام. إيه اللي بيقدر يشيك على الرام غير التولز الخاصة بالتشييك على الرامات أو على الرام الخاص بالذاكرة؟ أنا ما عنديش تول ومش مش مشتري تول أنا خاص بالذاكرة بتشييك الرام على الذاكرة. أقدر أعمل إيه؟ تقدر حضرتك الذاكرة اللي أنت رافعها أو اللي أنت جايبها دي تحطها على معالج ميديا تك متوافقة معاه، تمام، زي ما قلنا عن طريق ملف البريودر او عن طريق التوافقيات بالبرامج بتاعتها او بالخيبه بتاعتك او بايا كان، وتحطها وتقومها وتخلي الجهاز يشيك على السي ام 2 عن طريق ثغره البوت روم، يقرا معاك الجهاز انفورميشن وتقدر تشيك منه على الذاكره كلين ار بي اسمه ده رام سليمه ولا لا، ذاكره سليمه ولا لا، بدون ما توصلها جيتاك، بدون ما توصلها جيتاك. دي فكره تحتمل الصواب تحتمل الخطا، مع ان احتمالها الصواب اكبر بكتير لو اتنفذت صح. الموضوع مش ان احنا بنقول حاجه وزفه كده ويا صابت يا خابت خالص. الموضوع نلاقي حل لامور كانت معقده او كنا بنشوفها معقده. بالعكس، ولما ينزل ثغرات الكوالكوم او معالجات الكوالكوم لو نزلت هتقدر برضو انك تقدر تعمل اكتر من حاجه خاصة بالمعالجات بتاعت الكوالكوم، وتقدر تعمل تشيك منها على الذواكر وتقدر تشيك منها على حاجات كتير. بس الميزة في معالجات الميديا تك ان البوكسات بتاعتها
بتقدر تشيك منها على الذاكره والرام عن طريق يو اس بي ثغره البطرون. وهي دي كانت الفكره اللي كان بيفكر فيها محمود، او لسه قايم على تنفيذها، ان محمود برضو بينفذ فيه، بيحاول ينفذ فيه. اتش تي سي يا راجل، اتش تي سي هو في اجهزه اتش تي سي اصلا دلوقتي؟ يعني طب هنسيب اللي في ايدينا ده كله، الاوبو والشاومي والسامسونج وكل يعني ممكن البلاوي دي؟ ابو عبد الله، ممكن هو ممكن يبقى عنده، خلي بالك احنا البلاد بتختلف ممكن تروح حاله، ممكن انت تقدر تتواصل ممكن مع تروح حاله، ممكن تروح حاله. يعني اوكي، ممكن تقول لنا حاله او تتواصل مع باشمهندس حسام لو معاك حاله معينه على الخاص. هو الاتش تي سي بالنسبه لنا احنا كميدل ايست خلاص يعتبر انتهى، ما بقاش موجود. محمد عبد الوهاب، والله منور يا باشمهندس. حبيبي حبيبي محمد، مش مشكله بعيده تاني. هو انا تعالى نتكلم، نخش خاص ونعيده تاني مع بعض، مش مشكله. نعيد وسلام. عندي مشكلة مع الام تي كي، طب قول لنا ايه هي؟ عندي مشكلة مع الام تي كي يا راجل. هو مشكلة ايه هو بقى؟ الناس، بقى طيب لا هو الناس الاول بتاتنشن، بتديك اللي هو بتجذب انتباهك، وبعد كده حط لك السؤال. لا لا بستنيك، ما تقلقش موجودين، احنا مش حبيبي يا هنمشي احمد، حبيبي يا احمد محمد. خلص الاسئله. اهو الراجل جاب السؤال اهو. الجهاز بري لودر يتصل ويفصل دوم. طب ايه الجهاز؟ وبيتصل ويفصل، قصدك على التعريفات ولا قصدك على ايه؟ معلش حدد المشكله اكتر. يعني ايه يعني نوع هو الجهاز، اسمه ايه؟ موديل الجهاز، وبيفصل ازاي، ايه طريقه الفصل، يعني هو بيبقى على الكمبيوتر يقطع يرجع يجيب التعريف ويطلع يعني كده، ولا بيقرا اللي بالظبط، يعني بيقرا وبيفصل ولا بيعمل ايه وعلى ايه، على عشان ايه التولز اللي انت اعرف شغال بيها؟ بالظبط، والتولز المستخدمه ايه، او البوكس المستخدم ايه. طيب كده لسه ما فيش اسئله، طب نكمل. طيب هنا موضوع الميديا تك، انا بالنسبه لي ماشي. نعم مع التفليش مش قادر افهم. باشمهندس خيري، تقريبا باشمهندس خيري بعد اذنك حط السؤال كله على بعضه عشان اقدر احطه على الشاشه ونقدر نرد عليه. انت هتحدد نوع الجهاز، ايه الجهاز اللي انت بتعمله، انفينكس او تكنو، طب ايه اللي بيحصل معاك، على انهي تولز شغال بيه، وكنت بتعمل ايه، بتفلش ليه، وبتفلش هو كده بيفلش بري لودر يو اس بي عادي صح؟ خلينا لا بص يا باشمهندس خيري، معلش رتب السؤال، انت السؤال بتحطه اجزاء وانا مش هعرف اجيبه على الشاشه، حطه كله اكتبه في كومنت واحد وادوني. باشمهندس محمد عبد الوهاب ابو اسلم بيقول لك اي ام ام سي، سؤال ليه ما نغير اي ام ام سي؟ نفس النوع A10 اس من برده شغال، مش بيقرا المودم، مش بيقرا المودم. قصدك بيدي يعني النون بيس باند؟ يعني هو عايز يقول لك ان مش بيقرا المودم لما بنغير اي ام ام سي من جهاز تاني من بورده شغاله، نركبها بورده في بورده بايظه. بص هو الفكره في السامسونج اي فيس، هو بيقول لك اهو نفس الذاكره ونفس المعالج ونفس السيريال والبيس باند، نفس الذاكره نفس المعالج. لا 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 لا، هنا في نقطه، هنا في نقطه، احنا محتاجين الاي اف اس، محتاجين ملف الاي اف اس الخاص بالجهاز اللي معاك اللي انت حطيت له، اللي المعالج هو خاص بقى، بالمعالج اللي على المعالج المعالج اللي عندك. طيب الحل ايه تاني؟ انجينيرنج اي اف اس. الحل برضو في انجينيرنج اي اف اس. الحل الثالث في بناء اي اف اس من اول وجديد، ودي مع محمود تقليد دي، حل بناء اي اف اس من جديد. تمام، الاجهزه اللي مش متوفر لها انجينيرنج اي اف اس دي مع محمود تقليد دي، لكن الحل اللي عندي تكتب له انجينيرنج اي اف اس. انجينيرنج اي اف اس ده اللي يبقى فيه السرايل المصفره. ما هي بقى الفكره هنا، الفكره هنا. بص بص يا ابو اسلم، انت يا محمد انت لازم تجيب انجينيرنج اي اف اس تكون السرايل فيه مصفره، تحط له الجهاز، الجهاز هيظبط معاك. تمام. عندي طيب جهاز ابو عبد الله بيقول لك عندي جهاز، اقول ولا تقول؟ ماشي اتش قول. دي زي 120، واقف على الشعار، تم تفريشه بميموري كارد وطفى، غيرت له ذاكره بدمب شغال، يقلع عادي بعد مده بيعمل ستارت، مع العلم انه بيدخل وضع الفاست بوت عادي، وتم تفريشه اخر فلاش. بيعمل ريستارت،
يفترض. هي مشكلة في الذاكرة، المشكلة في الذاكرة انت غيرتها، بس حضرتك لو حطيت جرب ذاكرة تانية متوافقة معاه هيظبط. يلا بقى على السؤال، عشان في اربع كلمات انجليزي، ست كلمات انجليزي هتلاقي السؤال نتيجة متلخبط. ذات المعالج اللي 100 كي وصلهم فوق حالة تفرشهم بديفايس مانجا أو مثلا اس سي بي فلاش تول، جهاز التصل يفصل ويفل يفشل التفريش. بص، أولا أنت بتفلش بأني بتكنو فلاش تول مثلا، تمام؟ حتى لو هو فصل خليه، سيبه زي ما هو، خليه يقرا تاني، جهاز هيبدأ تفريش. ده على بالنسبه للتكنو فلاش تول او الفلاش تول الفري. يعني هو عندنا باجزاي هنا بتحصل مثلا ان الجهاز يفصل وحس هيرجع تاني يقرا يجيب في الراجعه ايرور بتاعته. ويفضل متصل، اول ما يروح متصل تاني يروح الجهاز بادئ. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، معلش استخدم لي اي بوكسات، اي بوكس من البوكسات المتاحه، تمام، وقول لي بيجيب معاك ايه ايرور ايه، او الاي سي بي اللي فلاش تول لما بيقراه بيديك اني ايرور. الاي سي بي فلاش تول مش التكنو، الاي سي بي فلاش تول لما بيقرا الجهاز ويفصل بيدي احمر، رساله ايرور بالاحمر، او ده في التكنو. في العادي بيديك رساله ايرور طالعه، خد صوره من الايرور ده وقول لي او ابعته لي اني ايرور اللي بيظهر لك عشان اقول لك هو بيقرا بيقف عند ايه. والافضل في التكنو فلاش تول انك تسيبه يقرا مره ثانيه والجهاز ممكن يبدا تفتيش معاك. تمام. تمام، باشمهندس حسين. ماشي، طيب اخر حاجه انا بالنسبه لي كده، الميديا تك مفروض انه اتفرم، المفروض انه اتفرم. انا يعتبر يعني ما بتكلمش في الميديا تك كل الفتره دي بصراحه، حتى في التدريبات خالص ما بياخدش كل الوقت ده. تمام، كله رشح. ما هو قلت لك انجينيرنج اي اف اس هو الحل. وهل يوجد؟ بص، انت ممكن تعمل انجينيرنج اي اف اس لو عندك جهاز تاني، لو عندك جهاز زيه. خلي كده نتواصل خاص مع بعض يا محمد. بقول لك ايه، وأقول انا لك عايز اسالك سؤال على فكرة. معلش، انا عايز اسال سؤال يعني قد يبدو ان هو غبي. هو انا لو خدت المعالج من البورده اللي فيها الذاكره، اللي انا خدت منها الذاكره ونقلته على البورده دي، هبقى محتاج ايه تاني؟ ولا حاجة. يعني يعني هات انا ممكن معالج يبقى عندي، وذاكرة طب يعني انا كده مع مع بعض. ابو اسلم، لو نقلت معالج انا حليت مشكلتي. حليت المشكلة. بص، أنا عايز برضه أوضح نقطة كويس فتحتها ونتكلم فيها شوية. هو أبو أسلم برضه هيفهم الجزئية دي. البيز باند، معالج البيز باند الخاص بأجهزة ميديا تك أو بمعالجات ميديا تك موجود فين؟ موجود بداخل المعالج، موجود بداخل المعالج، مش منفصل. اي، ما هو البيس باند تمام. سي بي يو هو اسمه، بص، هو المعالج اسمه ابلكيشن بروسيسور يعني، او اي بي سي بي يو، والبيس باند سي بي يو هما الاثنين، اثنين معالج، هما دمجوا اثنين معالج خلوهم في معالج واحد، صح كده؟ ده الكلام اللي انت بتقوله. ده في الميديا تك. تمام، طيب هنا الفكره انك لو سبت المعالج ده، تمام، اللي انت خدت منه الذاكره، خدت الذاكره دي وحطيتها على معالج تاني، تمام، لازم تعرف الذاكره دي على المعالج او معالج البيس باند اللي موجود جوه المعالج. فهمت. تمام، فهنا دي هو نقطه. علينا، هو قال لك اللي في البورده الثانيه المعالج تالف، بس المعالج تالف في بورده وبورده تانية ذاكره تالفه، هو جمع من الاثنين واحد يعني. تمام، برضه هشرح نقطه كده الناس تستوعبها شويه. كان في التحديث القديم الخاص بالسيم 2 جزئيه كويسه حلوه جدا، كنت توضح لك الجزئيه بتاعت المعالج، معالج البيس باند اللي موجود جوه المعالج ايه هي. هو كان في حاجه اسمها فيكس النون بيس باند، فيكس النون بيز باند. حضرتك ما كنتش بتفلش اي ملفات خالص. ويقول لك كمان اختيار اسمه ديب اعمق. هو كان بيقول ايه؟ يعرف المعالج رقمه كام، يعرف هو بيشيك، هو بيقرا الجهاز بيعرف المعالج رقمه كام.
تمام، بناء على رقم المعالج ده بيشغل او بيعمل بيجرب معاه كل الملفات الخاصه بتعريف معالج البيز بان الخاصه بالمعالج ده السي بي يو الاساسي. تمام، ولازم واحد منهم بيظبط او تعريف بيظبط، وبناء عليه بيروح عامل فورمات تلقائي ومنه تقوم الجهاز تلاقي البيز باند اتعرف بدون انت ما تفلش اي ملفات. وصلت الفكره؟ وصل. يبقى هو كده من المعالج الاساسي بيعرف المعالجات البيز باند المستخدمه معاه ده في الميديا تك، ويشتغل بالملفات الخاصه بالمعالجات البيز باند دي ويشتغل عليها، وبعد كده يعني فرمت الجهاز ويقوم لك الجهاز متعرف بيز باند، وبعد كده تقدر تكتب بقى السيريال بكل كل سلاسه مفيش مشكله. فهمت. معانا سؤال من زين بيقول لك اخي كيف بسحب ملف بريلودر من معالج عشان اعرف توافقيات ذاكره، وانا هو بيكون طافي بالاساس، وبعد ما اسحب ملف بس بفتحه بلاقي بنسخه بكتب الذاكره جديد سي اي دي، صح؟ انا السؤال اتلخبط بكلمه سي اي دي. الموضوع ببساطه كده، تمام، عشان الموضوع متشعب قوي ومطول، وانا احنا لو اتكلمنا فيه مش هنسكت، تمام، وده اتشرح كتير قوي من محمود ومني ومن اكتر من شخص. انت الموضوع مش هتسحب ملف من المعالج، المعالج ده على جهاز ايه؟ المعالج ده موجود على جهاز ايه؟ سي على انفينكس اسمه 624. بروح اجيب الفلاشه بتاعت انفينكس 624 واجيب ملف البريلودر بتاعها واحطه جوه بوكس الديجي تاك واعمل له بيرس بريلودر، بيطلع على البريلودر ويقول لك التوافقيات، او بلاش جي تاك خالص حطه على السي ام 2 واختار اختار ملف سكاتر ويختار ملف البريلودر، وتلاقي اترص لك قدامك كل الذواكر اللي بيتوافق معاها ملف البريلودر ده، ملف البريلودر بتاع المعالج ده. اضحك عليه. جاوب يا محمد عبد الوهاب، جاوب، يعني هنقول لك حاجه جاوب احط لك الاجابه في كومنت، جاوب يا اخويا، او لا اكتب الاجابه كامله عشان احطها، هتقعد تقول لي ملف او ملف، ما انت سيب حسام واكتب انت الاجابه كامله انا احطها في كومنت كمان موجوده تبقى مختصره مكتوبه. اتفضل يا باشمهندس حسام. تمام، يبقى اقدر ملف الاسكاتر الخاص بالمعالج ده اللي موجود في الجهاز ده اجيب الملف الاسكاتر بتاعه واختاره في السي ام 2 مثلا، بيطلع لي التوافقيات كلها الخاصه بالبيري لودر ده بتاع المعالج ده، ويقدر يقول لي الذاكره اسمائهم 1 2 3 اللي بيتوافقوا مع المعالج. هتبقى تشوف الذاكره بتاعتك متوافقه معاه ولا لا. ولو سامسونج فقط هي اللي بينفع لها تغيير السي اي دي. تمام. تمام كده ولا في حاجه تاني كده في اسئله تاني؟ اي حد عنده سؤال معانا دقيقتين هنشوف اي اسئله من دلوقتي. انا بس عايز اعرف محمود اختفى راح فين، ما اشوفه بس. يا عم الحاج اسمع الكلام، قاعد مع امير واسكت. ما كان موجود من شويه. هو محمود حاجه من الاثنين، يا امير يا اما هو خلاص قلبت معاه معلومات وداخل يقرا حاجه راح مننا مش هتلاقيه. اهو كده بيبحث. بص، هو في خاصيه في الايزي تحت البري لودر بيظهر الاي ام ام سي متوافق السي اي دي المتوافق او التوافق بتاع السي اي دي والاي ام ام سي. طب والاحسن والاصل قدام ما عندوش اي ايزي جي تاج مثلا، يختار سكاتر ملف السكاتر بالبري لودر بتاعه على السي ام 2 بيجيب له كل الذواكر المتوافقه مع البري لودر ده. دي طريق، دول طريقتين من اللي حابب يستخدم اي طريق فيهم براحته. تمام، ان شاء الله باذن الله احنا تدريباتنا مع باشمهندس حسام ان شاء الله الشهر القادم باذن رب العالمين. اللي حابب يحجز يقدر يتواصل معانا على ارقام التليفون اللي موجوده على الشاشه، او يتواصل عن طريق الماسنجر مع باشمهندس حسام او معايا او مع صفحه اكاديميه اي نيد. متوفر دورات اونلاين ان شاء الله. انا مش عارف ايه احتياجك بالظبط يا مصطفى، باشمهندس مصطفى، متوفر دورات جيتاج اونلاين. وضح لي احتياجك عشان اقول لك انت محتاج ايه، وطبعا لازم اعرف ايه التولز اللي عندك والحاجات المتوفره عشان اقدر اقول لك انت مؤهل ان انت تاخد التدريب اونلاين ولا لا، لان لازم يبقى عندك معدات معينه عشان تشتغل، لان التدريبات الاونلاين هي فيها جزء كبير كمان عملي.
وفيها جزء كبير عملي، وانت مستواك ايه كمان؟ هو على فكره يا جماعه في حته كده انا بشوفها مرتبطه، ما اعرفش يمكن باشمهندس حسام يوافقني في الراي ولا لا، ان تدريبات الزواكب محتاجه ان انت تكون فاهم سوفت وير كويس، وتدريبات السوفت وير محتاجه ان انت تكون فاهم زواكب كويس. هتلخص حاجات كتير يعني. انا بعتقد ان الاثنين في اجزاء كتيره قوي تلاقي حسام ومحمود، ويمكن على البرايفت كمان بشوف ده قوي، الاقي الاثنين بيتكلموا مع بعض في موضوع او بيتناقشوا في حاجه، ده فاهمه وده فاهمه، والراجل ده شغال هاردوير والراجل ده شغال سوفت وير، فانت إيه؟ طب ليه؟ عشان هما الاثنين مرتبطين. هو ده هيعرف الموضوع اتجاه هاردوير، او انا هحل الموضوع هاردوير ولا هحل سوفت وير. فاعتقد وبرضه ان يا مكرم، الزواكب اتفضل. في ميزه عندنا في الاكاديميه برضه عشان الناس تبقى عارفاها، ان احنا متفقين انا ومحمود ان انا باهل له الناس تمام لدخول تدريبات الجتاك، بمعنى اللي لسه مبتدئ وما ينفعش يروح يدخل جتاك، ده كده محمود لا بيقبله ولا بقبله ولا اي حد يقبل انه يشتغل مع حد مبتدئ جتاك. الموضوع هيبقى فيه خسائر بالجمله، ده اذا اصلا يعني كان دماغه مستوعبه وهيفهم. الفكرة هنا انك حاضر يا نور هجاوب، انك تقدر انك تاخد سوفت وير الاول، تبتدي سوفت وير تشتغل بايدك، تبدا تعرف الموضوع بيمشي ازاي، بعد كده تاخد نبذه مختصره كده عن الزواكر وشغلها ده اثناء السوفت وير، وبعد كده تبدا تدريب لو انت عايز تخش في الجتاك تدريب مبتدئين الاول ازاي تشتغل تتعامل مع البورد اللي قدامك والذاكره اللي قدامك والاي اس بي واللحامات والحاجات الصغيره دي الاول، بعد كده عشان تبدا تتعمق وتخش الموضوع اكتر. ده النصيحه للمبتدئين، محدش يخش مارس وابحث وشوف وجرب اشتغل بس في الاخر تمام، ما ينفعش تسيب الاساس وتروح تاخد من فوق من اخر حاجه، ما فيش حد هيبقى كده. هو انت كلامك صح، احنا يمكن كمان ضفنا في او حدثنا جزء في تدريباتنا بتاعت باشمهندس محمود تقي الدين، ان احنا ضفنا جزء تمهيدي كده للتدريب، هنتكلم فيه على مقدمه الكترونيه، بنتكلم عن المكونات الالكترونيه والتيارات الكهربائيه، لان احنا بيجي لنا ناس شغاله هاردوير كويس لكن هي ما عندهاش اساس، كمان طرق الفحص والقياس، ازاي تشتغل بالافوميتر، يعني ايه ممانعه، يعني ايه فولت، ويعني ايه امبير، ازاي تقرا المخططات تتعامل معاها بطريقه تفصيليه، ازاي تفهم الخطوط وخطوط التغذيه وخطوط الكنترول وخطوط الديجيتال. كمان في تدريب عملي على رفع وتركيب المكونات المحميه والعاديه والمايكرو جامبر والحاجات دي، بحيث ان احنا نبقى مؤسسين الناس. يمكن ده مش المفروض ان هو يبقى في تدريب الزواكر ومعالجات، المفروض اللي جاي لنا بروفيشنال، لكن احنا بنقابل ان في جزء بيبقى تحت شويه عن البروفيشنال، فاحنا بنحاول برضو اي تدريب بنديه في الاكاديميه بنحاول ان الناس تبقى رايحه له بطريقه كويسه. يعني باشمهندس حسام هيشتغل سوفت وير، انا عايز اشتغل مثلا، خليني اقول ان انا عايز اروح لزواكر ومعالجات، انا من وجهه نظري هبقى شغال سوفت وير كويس، متعلم سوفت وير، دخلت خدت دوره سوفت وير، ثم طلعت منها على تدريب الزواكر ومعالجات، اتاهلت في الجزئين كويس، اعتقد ان انا قفلت جزء كبير من الاعطال اللي موجوده، مش هنقول مكونات البورد، لكن انت كده مغطي معالجات وذواكر، لو عندك مشكله في ذاكره هتعرف تحلها، ومغطي سوفت وير، فلو انت وانت بتعمل سوفت وير لجهاز حصل لك مشكله هتبقى عارف جايه لك منين وايه مشكلتها، او انت بتست بتبقى قاري الريبورت اللي طالع من التولز اللي انت شغال بيها ايا كان البوكس، فهتقدر توصل. انا شايف ان فعلا التكمله بتاعت الذواكر والمعالجات هي كورس سوفت وير مع كورس ذواكر ومعالجات، اعتقد الاثنين دول مع بعض هيدوا نتيجه كويسه. باشمهندس مصطفى عندك ايزي جيتاش وميديوسا ومحتاج خبره اكتر، تقدر تتواصل معايا انا على الخاص، وانا هقول لك او حاضر اوجهك تروح انهي اتجاه، مفيش مشكله على دماغنا. هو بيقول لك برضو انا بقالي سنتين في مجال الجي تاج لكن يلزمني خبره اكتر. بص، هو انت مش هنا هيلزمك خبره اكتر، انت هيلزمك علم اكتر، يعني الفكره ان انت هتاخد تجارب عمليه موجوده على ارض الواقع كويسه، لكن دايما اللي انا بشوفه من باشمهندس حسام ومن باشمهندس محمود ان الناس دي بتديك علم ونظام او نسق تمشي عليه، عشان الجهاز اللي ينزل بكره ما تروحش تاخد فيه كورس. يعني انت النهارده خدت تدريب مع باشمهندس حسام سوفت وير وخلصتها، طب بكره نزل موديل تاني من الاجهزه والدنيا اختلفت، علمك اللي انت خدته من باشمهندس حسام يأهلك ان انت ازاي تتعرف على الجديد. هو دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها في التدريبات. انت بص النقطه برضه يا بكره، في جزء احنا ليه بنركز سواء انا او محمود او اي مدرب على المعالجات؟ ليه؟ الفكره هنا انك تعرف انا مش دعوه بموديل الجهاز ايه، ولا عايز مش عايزك تبقى متعلق بموديل او بفئه او بكاتيجوري معينه خاصه مثلا بسامسونج خاصه بموديل معين، انا مش عايز كده، انا عايزك المعالج ده بتعامل معاه بالطريقه الفلانيه، المعالج ده بتعامل معاه بالطريقه الفلانيه،
المعالج ده في كام موديل بقى؟ عد مئات، هنقول مئات الموديلات، المئات الموديلات دي حضرتك كلهم معاك. فهمتك. مع اختلافات بسيطة. طيب نرجع ناخد سؤال نور عشان نور ما يزعلش. طيب بص يا نور، موضوع انك انجينيرنج اي في اس، هقول لك الطريقة ببساطة. صفر اي في اس، اي اي في اس خاصة بالجهاز. يعني ايه؟ يعني الاي في اس انت معاك جهاز تمام؟ اسحب منه اي في اس، بعد كده ارجع صفر الجهاز ده، خلي السيريال اس 4 واسحب الاي في اس دي، دي بقت انجينيرنج اي في اس. بمعنى اصح، انا عايزك عشان تعمل انجينيرنج اي في اس يكون السرايل بتاعتها صفار، سيريالو صفار، ريسيت، معمول له ريسيت تمام؟ وده هو الانجينيرنج اي في اس. دي طريقه انك تقدر تعمله باي طريقه بقى متاحه ليك، بجي تاج، ببوكسات، بروت، اي طريقه متاحه تقدر تعمل انجينيرنج اف اس لجهاز. بس دي المشكله كلها انها فيها ريسكات كتير، انك هتبوظ اي اف اس لجهاز مثلا عشان تعمله صفار، بعد كده تصلح السرايل وتصلح الشبكه عشان تقدر تسحب الملف الاي اف اس ده، ويبقى عندك انجينيرنج اف اس اللي هو مش موجود. عشان كده البناء او الانجينيرنج اف اس الجاهز احسن. البناء الاي في اس، ودي مع حسن الدين اللي محتفظ بيها يعتبر لتدريباته وحقه تمام، بناء الاي في اس من الصفر، من زيرو للنهايه لاي جهاز، ده برضو تقدر تساله فيها، هو الحر يطبق فيها تمام. الانجينيرنج اي في اس انا وضحتها لك فكرتها ايه، تعملها باي طريقه انت شايفها صح. بس تمام، تعال ناخد، هل التعامل مع تبقى مؤهل ده محمد عبد الوهاب بيقول لك تبقى مؤهل مباشر على التعامل مع المعالج، ده الكلام اللي احنا قلناه، اللي احنا بنتكلم فيه، احنا عاملين كانها تدريبه هاردوير يا باشمهندس محمود، يا باشمهندس حسام. الناس بتبقى جايه سوفت وير مثلا مش عارف يشتغل جيتاج، فانت عايز تاهله حتى في السوفت وير، ان انت تعمل له حته كده تاهيليه مكوى وهوت اير، واشتغلت وعرفت القياس وعرفت الدنيا ماشيه ازاي وراجعت شويه حاجات. انت النهارده بتكلموا على نقطه قصر انت فاهمها، وده هيتقال في التدريبات يعني، انما انت النهارده الناس كلها بتبقى فاهمه ان انا هروح اعمل في النقطه دي احطها في الارضي. طب انا ليه حطيتها في الارضي؟ عشان اوقف فولت 1.8، عشان الغي التغذيه اللي رايحه للمعالج، عشان او اعرف الجهاز تعريف المعالج والغي الذاكره، او الغي الذاكره واخلي الجهاز متعرف يعني في حاجه بقى اللي بوقف تغذيه، عشان اوقف ان الجهاز يشتغل على حاجه معينه، اوقف مكون معين موجود على البورد، اوقف المعالج ان هو يشتغل، واسيب الذاكره بس اللي انا اقدر اخد منها الداتا بتاعتي. فالحاجات دي لازم تتفهم عشان تبقى انت عارف عملتها ليه، وعشان لما تعوز تدور عنها في جهاز تاني تعرف تعملها، حتى لو ملوش تيست بوينت ولو مفيش حاجه قدامك تقدر تشتغل عليه. فدي حته احنا حاطينها عشان الناس تبقى مؤهله بعد ما تطلع من التدريب ان هي تعرف تتعامل مع كل حاجه. عندي جهاز كوالكوم طفى بعد الروت، بيتعرف 9008، الجهاز اكس 2 برو، الار ام اكس 1931 ريلمي، اللي هو اكس 2 برو. ريلمي اكس 2 برو، اكس 2. طب ثواني كده اشوف بس معالجه ايه عشان انا مش حافظ. Yeah. او هنا بقى حته من الاساسيات، لو انت واخد تدريب يعني، طبعا ابو عبد الله على دماغنا وكل الناس على دماغنا وكل الناس عندهم معلومات، واحنا شغالين اللايف ده بنشتغل ان احنا ندي الناس معلومات وفي نفس الوقت نعمل دعايه عن التدريبات اللي احنا بنديها. لكن انت بقى هنا كنت المفروض، هو كاتبه كوالكوم، هو كاتب لك المعالج، هو الراجل كاتب يعني. انا عايز كوالكوم كام رقم؟ كام رقم؟ اه سناب دراجون 850. لا يعني حضرتك 855 بلس، حضرتك ده حلك الوحيد، فلش رسمي. حضرتك لازم تفلش الجهاز ده على التولز بتاع الشركه، الفلاش تول بتاع الشركه، والريلمي متاح كده كده مع ناس كتير ورخيص. ما تحاولش تفتح الجهاز وتخش في قصص ثانيه، ان المعالج بتاعه عالي، المعالج بتاعه 855 بلس. طيب يا باشمهندس، احنا اعتقد كده باشمهندس ابو اسلم متابعنا حلو صراحه وبيساعد الناس اهو كمان. اعتقد كده احنا وصلنا ان شاء الله باذن الله لنهايه اللايف. تاخرنا عليكم في اللايف طبعا، لكن الظروف طبعا اعتقد كل الناس عارفاها يعني، كانت موجوده معانا. ربنا يا رب ينصر فلسطين ويرحم ابويا يا رب، ودمتم في امان الله، ونشوفكم على خير باذن الله في لايف قادم. سعدنا بوجودكم معانا، ونرجو ان احنا نكون قد اسعدناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.